ده النوثينج فون 1، واحد من اغرب الموبايلات اللي نزلت في الفتره اللي فاتت. مجرد ان انت تبص عليه كده هتعرف ان هو شكله مختلف عن اي حاجه جربتها قبل كده، بشكله الفضائي والانوار اللي موجوده في الظهر بتاعه ده حاجه كده مختلف عن اي حاجه شفتها. الظهر بتاعه كله معمول من الازاز الشفاف اللي انت شايف منه الديزاين بتاع الموبايل، وهتلاقي برضو الانوار الليدات اللي موجوده دي متوزعه في الظهر كله، وكمان هتلاقي اللوجو بتاع النوثينج مكتوب بخط برضو مختلف عن اي حاجه شفتها قبل كده. وبالمناسبه الشركه بعتت لي اللون الاسود، بس الموبايل ده كمان بيجي منه لون ابيض شكله صايع جدا. بس انا مش جاي اكلمك على الديزاين، ولا جاي اكلمك على المواصفات والمعالجات اللي موجوده في الموبايل والكلام ده، انا جاي اكلمك عن الكاميرات. الموبايل ده بسيط، بيجي بكاميرتين بس، مش بثلاث واربع كاميرات زي ما احنا بنشوف، بس كاميرتين معمولين كويس. كل كاميرا من دول فيها سنسور سوني 7 سيريز بدقه 50 ميجا بكسل، واحده العاديه اللي هي الوايد ودي فتحه العدسه بتاعتها 1.9، والثانيه الترا وايد والفتحه بتاعتها 2.2. الكاميرات دي بقى بتقدر تصور 4K 30 فريم، وبتقدر تصور فول اتش دي 60 فريم، وفي اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن او مثبت بصري في الموبايل علشان تطلع فيديوهات مش مهزوزه قوي. بس عايز افكرك بحاجه بقى، ان الموبايل ده موبايل فئه متوسطه، ثمن الموبايل ده 400 دولار، وعلشان كده كنت متحمس ان انا اجرب الكاميرات بتاعه شركه مختلفه ما بتنزلش غير موبايل واحد هتكون النتيجه عامله ازاي. نزلت بقى علشان اجرب كاميرات الموبايل ده، واللي لاحظته ان معالجه الموبايل ده للصور شبيهه جدا بموبايلات بيكسل، يعني اول ما بتاخد الصوره بتاعتك بتحس انها صوره عاديه، او في معظم الاحيان كمان بتحس انها رديئه، وبعد كده لما بتخلص المعالجه بتاعه الموبايل بتلاقي ان الصوره طلعت حلوه جدا. وانا شايف ان الصور اللي بتطلع من الموبايل ده مرضيه جدا، الاكسبوجر بتاعي مظبوط، الصور شارب، والالوان بتاعتها حلوه. بس عايز اقول لك على حاجه بقى كمان، انا مش مهتم ان انا اصور بالموبايل صور على قد ما انا مهتم ان انا اصور بيه فيديو، وعلشان كده حبيت ان انا اجرب اصور اعلان كامل لحاجه جوه الاستوديو باستخدام كاميرا الموبايل ده بالنيتيف اب او الابلكيشن بتاع الكاميرا اللي موجود فيه، من غير اي تعديل على اي حاجه غير ان انا بظبط السيتنجز بتاعتي بس من الكاميرا. تحب بقى تشوف النتيجه بتاعه الموبايل الاول ولا احكي لك عملت ايه؟ تعال نشوف النتيجه الاول. تعالى بقى احكي لك عملت ايه علشان اطلع الشوتس دي. اول حاجه جبت الماجيك كلامب ده ربطته في الاستاند بتاعي، بعد كده كنت محتاج القطعه دي اللي هتركب في الماجيك كلامب واقدر ان انا اوصل بيها الهيد بتاعتي. جبت الهيد دي عشان اقدر اغير بيها الزاويه بتاعت الموبايل وانا بصور، وركبت فيها الماونت بتاع الموبايل، وطبعا جبت الموبايل بتاعي اللي خليته باصص بزاويه لتحت كده عشان كنت عايز اصور توب فيو. والتجهيز اللي احنا بنعمله دلوقتي ده علشان نصور ستوب موشن. بعد كده جبت قطعة مستطيلة من الفوم الأبيض وحطيتها على الترابيزة علشان دي اللي أنا هصور عليها. بعد كده خليت الموبايل بتاعي على الإكسبرت مود علشان أقدر أتحكم في كل السيتنجز بتاعته. بعد كده جبت الليمون بتاعي اللي أنا هصور بيه الستوب موشن، والستوب موشن ده فكرته إن أنت تصور كذا صورة ثابتة ورا بعض عشان ترسم لك الفيديو اللي أنت عايزه، فابتديت أحرك الليمون والإزازة حسب ما أنا عايز. بعد كده كنت عايز اخد الشوت بتاع الازازه بتاعتي على باك دروب لونها ازرق عشان اعرف افصلها بعد كده في المونتاج، وده هيسهل عليا ان انا احرك الازازه بالشكل اللي انا عايزه. واستخدمت السبراي ده عباره عن جليسرين وميه علشان ارشه على الازازه ويبان شكلها مشبر مع ان كان الجو حر جدا، وخليت الموبايل يصور الازازه وهي بتلف على الترن تيبل.
حاجه لذيذه قوي اكتشفتها في الموبايل هو ان في تالي لايت بينور بلون احمر كده بيعرفك ان انت بتعمل ريكوردينج، وده كان فارق معايا جدا عشان لو نسيت اصور. والشوت اللي بعده خليت الازازه وراها مصدر الاضاءه وبينور عليها اضاءه تانية على شكل فلاش. خدت الشوتس بتاعتي كلها عملت لهم مونتاج على فاينل كات علشان تبقى النتيجه بتاعتنا بالشكل ده. وانا بستخدم الابلكيشن بتاع الكاميرا قعدت ادور على حاجه تخليني اتحكم في السيتنجز بتاعتي مانيوال كده في كل حاجه في الفيديو، ولكن للاسف مش موجوده في الموبايل ده، موجوده بس في الخاصيه بتاعه الصور، ودي استخدمتها وانا بصور الجزء بتاعي الستوب موشن علشان اقدر ان انا اظبط الاكسبوجر بتاعي والفوكس بتاعي والالوان بتاعتي والوايت بالانس يبقى مظبوط زي ما انا عايز بالظبط في كل الصور عشان يطلع الفيديو اللي انت شفتوه. بس بالنسبه للجزء بتاع الفيديو كان بعلم على المكان اللي انا عايزه بس واظبط الاكسبوجر بتاعي واعمل لوك على الفوكس في المكان اللي انا عايزه، بس ما كانش فيه اي اختيارات ثانيه. اللذيذ كمان ان انت ممكن تستخدم ال LED لايت اللي موجود في الظهر ده بدل الفلاش في ان انت تعمل بيه حاجه اسمها فيل لايت، يعني انت الظهر بتاع الموبايل بينور فبيملالك الاماكن اللي فيها شادوز في الحاجه اللي انت بتصورها. لما نقلت الفيديوهات بتاعتي على اللابتوب علشان اشوفها بقى وانا بعمل ايديتنج، لقيت ان الالوان اللي طالعه حلوه جدا ومش محتاج ان اعدل فيها قوي، وده اللي انا فهمته بعد كده لما عرفت ان من الخصائص بتاعت الموبايل ده ان هو بيصور 10 بت كولر. الخلاصه الموبايل ده مختلف جدا عن اي موبايل انت ممكن تشوفه في السوق من الديزاين بتاعه والشكل بتاعه، وفكره ان دي شركه جديده من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا علشان بيبقوا مهتمين جدا ان هم يرضوا العميل، ومتحمس جدا ان انا اشوف ناثينج فون 2 المفروض ان هو هينزل قريب. الموبايل هنا جاي ببيزلز رفيعه جدا، الكاميرات بتاعته مقبوله ومرضيه جدا، وكمان اي حاجه موجوده في السيتنجز هتلاقي ان شكلها مختلف فتحس ان انت مختلف عن اللي حواليك كده، وده اللي تحس ان الموبايل بيحاول يفهمه لك في كل حته في السوفت وير. عايز اقول لك ان انت تحس حتى الاصوات اللي موجوده مع الحركه بتاعه الاضاءه الموجوده في الظهر دي، تحس ان انت في كائن فضائي بيحاول يتواصل معاك عن طريق الموبايل مثلا. بس كده يا ريت تقول لي رايك في الفيديو اللي صورناه بالموبايل ده تحت في الكومنتس، وتقول لي هل الموبايل ده ممكن يكون مناسب ليك ولا لا، عجبك الديزاين الجديد ده ولا لا، ولا انت بتفضل الموبايلات اللي شكلها عادي وشبه بقيه الناس.